مؤشرات كثيرة برزت أخيرا عن تعرض الأمم المتحدة لضغوط من أجل التعجيل بتقرير التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وتستبق نتائجه. فرنسا زعمت على لسان وزير خارجيتها أنها تعلم مضمونه حتى قبل أن يصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، وحدد مندوبها موعد مناقشته في مجلس الأمن الدولي. الأمانة العامة للأمم المتحدة نفت ذلك قطعيا وأكدت أنها تنتظر نتائج التحقيق، لكن الأمين العام أعرب عن اعتقاده أن السلاح الكيميائي استخدم في سوريا وبشكل قاطع. المفارقة أن الأمين العام الذي تلقى تقريرا روسيا من 80 صفحة حول تحقيق علمي في حادثة خان العسل لم يعلق عليه بكلمة، فهل حكم مسبقا على نتائج التحقيق؟ سؤال وجهته الميادين للناطق الرسمي. No, not in the least. We'll look at what the report says and we'll see, and that report will in turn be presented to the member states accordingly. We'll judge based on what that is said. غير أن هذه التطمينات لم ترق لمعظم المراسلين في الأمم المتحدة الذين كرروا اتهام الأمانة العامة بالتحيز في التحقيق السوري. التصريحات الكثيرة التي صدرت في الأيام الأخيرة من باريس وواشنطن ونيويورك حول نتائج التحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا تثير ريبة حول نزاهة ذلك التحقيق نفسه. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.